في فيديو اليوم راح اشرح لكم كل شيء بتحتاجوه عشان تربوا ابن عرس او فرت عندكم في البيت. من اذكى المخلوقات اللي ممكن تربيها في البيت، فضولها مصيبه وطاقه الحركه عندها عجيبه، وبنفس الوقت كسوله. ابن عرس بينام 20 ساعه في اليوم وعنده 4 ساعات يتحرك فيهم، والحركه مستمره. فهذا بصراحه عادي يسبب لي انا انفصام في الشخصيه، كسل شديد وفجاه طاقه حركيه ما في حل وسط. ولان حجمه صغير مش معناته ما بيحتاج عنايه كثير، فهو اصعب من امتلاكك لقطه او تربيتك لكلب. لكن لو قررت تشتريه فخليني اشرح لك كيف تربيه. ابن عرس غير مسموح انك تربيه في كاليفورنيا، وغير مرحب فيه بنيويورك، ويا ويلك اذا داخل هاواي. باقي الولايات ما بتمانع الا بعض المدن ممكن قوانينها ما تسمح. فشوف انت وين عايش، واذا مسموح تمتلك هيك كائن اشترك بقناتي وفعل التنبيهات واضغط لايك واترك تعليق وانشر الفيديو مع اصحابك، هذا بيساعدني وبيخلي القناة تكبر، فشكرا كثير لكم. نكمل الفيديو. شو بخصوص السعر؟ السعر بتراوح وحسب نوعه وعمره، وبتاخده من 150 ل 500 دولار، لكن مش هون الفكرة. ابن عرس بيحتاج ابن عرس ثاني يونسه ويسليه ويعتبره صديقه ويحب، فالتكلفة لشراء صارت من 300 ل 1000 دولار لأنه بدنا اثنين. وهون أنا بدي إياك تجهز حالك إنك حتعتني فيه لمدة 7 سنين، ممكن توصل ل 10 سنين، فهي فرصتك الأخيرة عشان تتأكد من قرارك قبل ما نمشي فيه. خلص متأكد؟ نكمل. ابن عرس أو النمس ممكن يكون في خطر إذا كان عندك أطفال في البيت، فهم كائنات بسيطة وهشة وممكن بسهولة تتأذى، وأولادك ممكن يتضرروا، فابن عرس مشهور بعضه خاصة في فترة طفولته، فهو بيكتشف العالم بفمه. هون بيجي دورك تفهمه غلط وتشرحه بطريقتك انه يتغلب على طبيعته، فالله يعينك ويعين. من الشغلات اللي لازم توفرها للفرق هي انك تلعب معاهم، وحتلاقيهم بينادوك عشان تشاركهم، فحتصير تنطنط معاهم عشان تفرحهم، فما تخلي حدا من اصحابك يشوفك لانه مش حيستوعب انك لسه بعقله. وجودك بينهم وهم بيلعبوا مهم كثير، فهم ممكن يصيروا دفشين مع بعض، ممكن يبدوا يتقاتلوا، فخليك صح معاهم وامنعهم وعلمهم كيف يتعاملوا مع بعض. لكن بصراحة في مشكلة أكبر من هيك راح تعاني منها، وحتكون شغلة متعبة وحتكون شغلة صعبة، وهي ريحته القوية، فمهما تحمموا وتغسلوا وتنظفوا حتظل مستمرة وحتظلها ثابتة وقوية. فعشان يتغلبوا على هالمشكلة فبيحكوا إنهم لازم يغيروا من جنسه، وهذا الشيء حرام لتغييرهم في خلق الله، وأنا ضده. وفي كلام إنهم بيشيلوا الغدد اللي بتفرز هيك زيوت وبتسبب هيك ريحة، لكن بعد كل هالمحاولات مش حيضبط الموضوع، حتستمر وجود الريحة. أصلا التحميم مضر جدا له، والزيوت الموجودة على فروته ضروري تضلها موجودة، كل ما تنظفه رح يفرز ريحة أكثر، وبالأساس هو أصلا مش محتاجك، بنظف حاله لحاله مثل القطط. ولو أعطيتهم مي فحيستخدموها عشان ينظفوا وجوههم. في وقت التحميم لازم تستخدم شامبو خاص بالفرد وسعره قريب ال 8 دولار، والمي لا تكون باردة ولا تكون ساخنة ولازم تكون دافية. لو بدي أنصحك نصيحة، فقبل ما تشتريه روح شمشم فيه، خد نفس عميق، بدي ريحته تدخل في خياشيم مخك، وبعدها ادرس الموضوع، هل أنا بتحمل هيك ريحة أو ريحة أصحابي كفاية؟ هلأ شو بخصوص الأكل؟ ببيعوا أكل جاهز للنمس، هو بصراحة مفيد مش ضار، لكنه مش هو الاكل التمام. ابن عرس بيعتمد في اكله بشكل كامل على اللحوم، هو متخصص اكل فئران، فلو اشتريته واشتريت الاكل الكيبلز الخاص فيه فهذا لازم يكون اكل مؤقت ويتم تبديله باللحوم النيئه بالتدريج، شوي شوي بيرجع لوضعه الطبيعي، لكن التكلفه عليك بتزيد، لازم تحط له ياكل مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، وحاول انه اللحوم تكون دهنيه كثير، وهذا افضل مصدر للطاقه، ولا تطعميهم نباتات ولا خضار ولا فواكه، فجهازه الهضمي مش مهيئ لهيك اشياء، فقارن بين فكه وفك الكلب، حتلاقيهم متشابهين، وهذا دليل انه انخلق عشان ياكل اللحوم. الحياه مع النمس حتكون مزعجه وجميل. كلمة فرت اجت من اصول لاتينية ومعناها الحرامي، فانت هيك بتدخل على بيتك لص صغير، حيسرق كل شيء بيقدر يحركه من مكانه، وفوق كل هذا حيخبيه، احذر مفاتيحك تكون قريبة منه، وابعد عنه كل شيء غالي وثمين، هو وجع راس، لكن في ناس عشقها هيك اسلوب، وبتحب الفوضى، وبتحب يكون عندها هيك حيوان مجنون، الازعاج لسه ما خلص، فكل يوم الصبح لما تروح تطمن عليهم وتطعميهم، جهز حالك تشيل فضلاتهم. قبل شوي كنت احكي لك انه ريحته مقرفة، اصبر لما تشم ريحة الفضلات وتعرف انه يمكن وقتها انت غلطت اكبر غلطة بامتلاكه. لكن سبحان الله كل شخص حر بقراراته. من ناحية ثانية فحياتك معاه حتكون جميلة، فهو حيحب يقعد في حضنك ويلعب معك ويسليك ويعطيك حب وحيعرفك كصديق. هلأ بخصوص زيارات الدكتور، القاعدة الأساسية لما تشتري أي حيوان إنك تاخذه للدكتور البيطري يفحصه ويطمن على صحته ويشوف إذا في شيء مخبى ويعرف لك قصته وإذا بينصح إنك تختاره. هيك حيوانات راح تحتاج تزور الدكتور البيطري مرة كل سنة لأول 5 سنين، بعدها بصير مرة كل 6 شهور، وقتها بتكون أعطيته لقاحات ضد داء الكلب وضد السل وضد
أي وباء، لكن في شغلات ممكن تلاقي بيتك عن طريقه، ومنها البراغيث. فالأفضل الوقاية كطريقة أولية للحماية، لكن لو للأسف انصاب فيهم فجيب له دواء لعلاجه منهم وادفع له $28. لازم تقص أظافره كل أسبوعين، لكن لازم تنظف أذانه بشكل مستمر، واستخدم هذا المحلول وسعره قريب $9. طبعا هذا بعد ما تستشير الدكتور ويفرجيك الطريقة السليمة لاستخدام وتنظيف أذانه. لكن في شغلات مش في إيدك إنك تداويها، وللأسف النمس رح يعاني منها. أمراض السرطان عنده منتشرة، وخاصة في البنكرياس والغدد الكظرية، وانسدادات في الأمعاء وفي المعدة، وغير النزيف الداخلي وأمراض القلب والإنفلونزا البشرية. الفرت أو النمس هيحتاج بيت مسلي وما يكون ضيق وبعدي، لا تعتبره فار أو جرذ، ولا تعتبره قنفذ أو جنيب هيك، فهو بيحتاج مكان واسع يلعب فيه، ويفضل توفر له غرفة خاصة فيه إذا بيسمح الوضع. لكن لو ما بيسمح فهتحتاج قفص مكون من طبقات، ويكون بينهم درج، ويكون بينهم أنفاق. سعره أقل من $300، وهذا منيح في حالة إنه بده ينام، لكن الأفضل إنه يلعب برا ويكون له مجال يفرغ طاقته. جيب له شغلات يتخبى فيها ويكون فيها ممرات، وتكون من مواد مش سامة أو كيماوية، والسعر لهيك شغلة $35 وشوية. هل أنت مستعد تربي هيك كائن وتفتح لحالك هيك قصة؟ يمكن أنت تكون أدهى، بس أنا بعرف حالي ما بقدر أربي بس. خليني على سكاي واستنى، يمكن أجيك بحيوان ويمكن يكون أسهل وأحلى.